يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قد يفوت على الإنسان شيء من أمور الدنيا فيحزن لذلك ويقول: لو فعلت كذا لما فاتني هذا الخير، فهل يجوز هذا القول؟ إذا كان من باب التأسف على الخير فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت معكم ولا جعلتها لما سق الهدي لما سقت الهدي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. فهذا من باب التأسف على فوات الخير لا من باب تلوم القدر. نعم.